سلامة أنتو عوائلكم وأحبابكم، إن شاء الله السنة الجاية نشوفكم خريجين. نستأنف محاضرتنا اليوم إن شاء الله، يعني تقريبا يمكن هاي المحاضرة قبل الأخيرة بالنسبة للمنهاج النظري على ما أعتقد، إذا ما عندكم إضافات يا دكتور جندي. اليوم محاضرتنا هي الهيليكوباكتر، بس اللي أريد أتأكد من عندكم إذا صوتي واضح يمكم. نعم صوت واضح. نعم ست الصوت واضح. تمام. الهيليكوباكتر هو فجينا جدا مهم من البكتيريا اللي يصيب الهيومن، وتعتبر الهيليكوباكتر يعني نكاد أن نقول عليها أبدمك بالمجتمع العراقي، بس احنا مثل ما نعرف انه وزارة الصحة العراقية ما عندها يعني بيانات تعلنها فيما يخص الامراض، يعني ما تعطينا اعداد حقيقية لا بالهيباتيتس فيروس بي ولا بالهيباتيتس فيروس سي ولا حتى الاتش اي في ولا الهيليكوباكتر. الهيليكوباكتر اني اركز على اهميتها واقول عليها جدا مهمة، لان البروجنوسز مالتها هاي مهم نعرفها، يعني الشخص اللي ينصاب بالهيليكوباكتر أو ما يسمى أو المتعارف عليه أو أنتو يجوز سامعينه يسموها بالإتش بايلاري، اللي بروجنوزز مالتها أو بمرور الوقت ممكن تسبب لي كانسر، جاستريك كانسر، ممكن تسبب لي سرطان المعدة. وتقريبا أكو بعض الدراسات يعني مو دوكيومنتد بوزارة الصحة، يقول لك إنه 70% من المجتمع العراقي ممكن يكونون مصابين بالإتش بايلاري، بعضهم أسبتوماتيك يعني هو مصاب بس ما عليه أعراض، هذا ما عندنا مشكلة بيه، بس المشكلة عند اللي عنده أعراض. الهيليكوباكتر اكتشفت تقريبا قبل يعني 30 أو 31 سنة من عالمين برازيليين، اكتشفوا جينس الهيليكوباكتر. بي تقريبا 20 سبيشيز. اللي يهمني من عندها هو الهيليكال يسموه أو البايلاري، العفو البايلاري اللي قلنا عليها الهيليكوباكتر بايلاري أو يسموها الاتش بايلاري. الهيليكوباكتر سبيشيز ار هيليكال الشكل مالتها او كيرفيد اور سترايت جرام نيجاتيف اورجانيزم. من الكاركترستيك العامه مالت الهيليكوباكتر انه هي جرام نيجاتيف، شكلها يكون كيرفيد او يصير على شكل اس. هسه اراويكم صور بالمجهر الالكتروني يصير شكل البكتيريا على شكل عبالك شكل اس او يسمونها الجالونج، طائر البحر، طائر البحر تاخذ شكل يشبه شكل حرف الأس بالإنجليزي. الهيليكوباكتر سبيشيز ار مايكرو ايروفوليك، هذه مهم نعرفها عن الهيليكوباكتر انه هي ما تحب الاكسجين. حتى انميها بالمختبر وازرعها احتاج اخلق لها ظرف يكون نسبة الاكسجين بيها لا تقل من 5 إلى 10%، وهذا إن شاء الله إذا صار لكم يعني إذا صار دوام حضوري نراويكم الجار اللي نزرع بيه، هي لها حاضنات، احنا انتم شايفين الحاضنة اللي نزرع بيها بالمختبر. هذا النوع من أنواع البكتيريا اللي يتطلب درجة العفو نسبة ثاني أكسيد الكربون، هاي شو يسوون؟ أكو فجار يعني يشبه شلون الكونتينر، شلون الأوتوكليف، يشبه الأوتوكليف، يدخلون بيه الأطباق، يشعلون قطنة، يعني يسوون هيك فد قطنة بالمختبر، هذا اللي نسوي مختبرنا، قطنة كبيرة نشعل بيها أكسجين، العفو نشعل بيها نار، يخلوها شوية كحول، نشعل بيها نار وندخلها داخل الجار هذا ونسد الجار عليها. انتو تعرفون النار حتى تشتغل تحتاج أكسجين، فإحنا هذا الجار كمية القطن اللي خليناها تكون كافية لاستهلاك كمية الأكسجين الموجودة بالجار.
نسد الجارة عليها، فراح تكون كمية ثاني أكسيد الكربون أكثر، فراح تنمي هذا النوع من أنواع البكتيريا. هذا إحنا اللي دا نستخدمه بالمختبر. أكو حاضنات هي خاصة لهذا النوع، يعني بيها شلون إنديكيتر، بيها مادة تسأل، بيها صمام يسحب ثاني أكسيد الكربون من أدها، عفوا يسحب الأكسجين ويخلي نسبة ثاني أكسيد الكربون. أكو إنديكيتر يقول لك هل قد نسبة ثاني أكسيد الكربون. فمثل هيك حاضنات احنا ما متوفرة عندنا مختبرنا، قلت لكم هذا يعني الموجود، ان شاء الله من تداومون نراويكم اياه، هم ذكرونا بيه حتى نراويكم اياه. حالها حال بقية انواع البكتيريا، تتطلب درجة حرارة المثلى للجروث مالتها تقريبا من 35 الى 37 درجة مئوية. الميديكال امبورتن سبيشيز اللي يهمنا وراح نتناوله اليوم وراح ندخل بتفاصيله، هو قلنا عليه الاتش بايلاري. شوفوا هاي الصورة قبالكم، هاي هي الاتش بايلاري. الاتش بايلاري ده تشوفون شكلها يشبه حرف الاس، بيها فلاجيلا بويلر يعني من طرف واحد، يوني بويلر تقريبا 5 إلى 6 من الفلاجيلا، هذا الشكل مالتها. نستكمل الجنرال كاركترستيك مالت الهيليكوباكتر بايلاري، انه هي تكون كيرفيد اور سبايرال جرام نيجاتيف باسيلاي. تذكرون احنا من حكينا على اشكال البكتيريا، قلنا الاشكال اكو كوكساي واكو رود واكو سبايرال. فالسبايرال فور اكزامبل الها هي الاتش بايلاري. وقلنا هي ماكروفيليك جرو بيس ات 37 درجة بالبلاد أجار، ممكن ننميها بالبلاد أجار. صفات الكولوني اللي تطلع لي على البلاد أجار راح تكون الكولوني سمول كونفكس اند ترانسلوسنت، راح تصير مقعرة، حراركم في الكولونيات تكون أوضح. بما أنه هي تحتوي على الفلاجيلا فإذا هي موتايل. تتميز الهيليكوباكتر او الاتش بايلوري انه هي ريبيد موتايل. اذا اقول لكم ليش هي ريبيد موتايل، تقول لي لان تحتوي تقريبا 5 إلى 6 يوني بويلر فلاجيلا. اوكي، اللي يميز الاتش بايلوري بالبايوكيميكال تيست انه الكاتاليز والاوكسيديز اثنيناتهم بوزيتيف واليوريز بوزيتيف. طبعا الاتش بايلاري اصابتها وين تكون؟ تصير بالمعدة. احنا نعرف المعدة الحامضية مالتها تقريبا واحد، يعني لو دخلنا اصبعنا بالحامض مالت المعدة الاصبع راح يذوب. شلون تتحمل هي هذا الحامضية مالت المعدة؟ تفرز مادة اليوريز، انزيم اليوريز، وهي هاي المشكلة اللي تسببها. تفرز لي مادة اليوريز، هذا اليوريز أو إنزيم اليوريز شو يسوي؟ يحول الأمونيا إلى يوريا. وراها ايش راح يصير؟ راح يصير الوسط قاعدي، فالشخص المصاب بالإتش بايلاري راح تكون دائما حموضة مال معدته يعني قريبة للألكلاين. احنا نعرف انه اذا الحموضة قلت راح يصير عسر هضم، فدائما المصابين بالاتش بايلاري يعانون من عسر الهضم بسبب هذه الميكانيكية اللي تستخدمها الاتش بايلاري، وتعتبر از فايرولنس فاكتور تستخدمها، وهي افراز انزيم اليوريز. ذلك اليوريز، فحص اليوريز يكون بوزيتيف كبايوكيميكال تيست للاتش بايلاري. هسه نريد نعرف شنو طرق الأصابع، الاتش بايلر شلون تنتقل للهيومن. الاتش بايلري ناتشرال هيبيتايتس اوف اتش بايلري ان هيومن ستومك، كنا حكينا انه هي تصيب الجزء، يا جزء مخصص بالانسان تصيب الستومك. اند از بروبابلي اكوايرد باي انجشن، يقول من الممكن
انه هي تكتسب عن طريق، بما انه هي بالستومك اصابتها، اذا شنو الشيء اللي يدخل للمعدة؟ شنو الروت اللي الاشياء توصل به للمعدة؟ هي الاكل. فيقول ممكن طريقة اللي ينتقل بيها الاتشوايلر هو عن طريق الاكل، لكن the exact route of the transmission is not known. لحد الآن طرق انتقالها هي ما معروفة، لحد الآن ما يعرفون شلون ال H pylori تنتقل من شخص إلى شخص، أو الشخص هو نفسه يصاب بها شلون، ما يعرفون طريقة الإصابة مالتها لحد الآن. بس يعتقد إنه هي عن طريق الإنجشن، بما يقول لك بما إنه هي تصيب المعدة، إذن الطريقة المنطقية هي عن طريق الأكل الملوث بهذا النوع من أنواع البكتيريا. زين، person to person transmission probably occur because there is a clustering of infection within families. ممكن شخص ينقلها لشخص لكن من ضمن العائلة مالتك، يعني أني وياي بالبيت واحد مصاب بالإتش بايلاري، ممكن أني أنصاب من عنده؟ يقول لك ممكن هذا الشخص المصاب ينقل لك إياها إذا كان يعني علاقتك شلون بي جدا مقربة، هو أحد أفراد العائلة، ممكن يكون كروت أوف ترانزميشن أو كطريقة لانتقال الإتش بايلاري. هسه إذا أريد نعيدها، الترانزميشن مال الإتش بايلاري يقول لك مستوطنها أو المكان اللي سبب له إصابة هو المعدة، طريقة انتقالها للمعدة، هذا النوع من أنواع الميكروبات ما معروفة لحد الآن، لكن بصورة منطقية يؤكد أنها تنتقل عن طريق الأكل الملوث بهذا النوع من أنواع الميكروبات اللي هو ما مطبوخ زين، لأن إحنا نعرف الأكل إذا انطبخ بدرجة حرارة عالية شكو ميكروب طفيلي فيروسي بكتيري ينقتل ورا تقريبا نص ساعة بدرجة حرارة 100 درجة سيليزية، ما حد يبقى من الميكروبات كلها تنقتل. يقول لك الأكل اللي ما مطبوخ زين ممكن أكو بعض أنواع الميكروبات اللي هي تقاوم درجات الحرارة، فتكون كروت أوف ترانسميشن. الطريقة اللي ممكن أجزم بيها انتقال هذا النوع من أنواع الميكروبات للإنسان لحد الآن ما معروفة. والمعلومة الثالثة اللي نعرفها عن الترانزميشن هي انتقالها من شخص إلى شخص. إيه ممكن تنتقل، ممكن شخص مصاب ينقلها إلى شخص غير مصاب إذا كان ضمن الكلوستر فاميلي، يعني موجود ضمن العائلة مالتك ممكن ينقل لك إياه. هسه نجي نحكي عن الأمراضية مالت الإتش بايلاري. قبل ما أحكي على الأمراضية مالت الإتش بايلاري أريد أحكي على الفيرولنس. الفيرولنس حتى كل وحدة ناخذها هسه من نحكي على الباثوجينيسيس مالت. الفيرولنس فاكتور مهم نعرفها للإتش بايلاري. أول شيء الفلاجيلا. الفلاجيلا إحنا حكي هذه المعلومة معارفينها ونعرفها، إنه كل مايكروب بي اكسسواريز اللي مثل الفلاجيلا يزيد الفيرولنس مالته. الاديهيشن لها قابلية على الالتصاق، واليوريز اللي قلنا هو انزيم يحول الوسط الحامضي الى وسط قاعدي، ومن يتحول الى قاعدي فقدت وظيفة المعدة، وهو هذا اللي يريده الميكروب. وبما انه قلنا عليها الاتش بايلوري هي جرام نيجاتيف، اذا هي لايبو بوليسكارايد تنطينا انتيروتوكسين، وهذا النوع من انواع التوكسين يعتبر as virulence factor، يزيد من قوة الميكروب. هسه شوفوا نجي على الباثوجينيسيس مالتها. The organism survive in the mucus layer that coat epithelium and causes chronic inflammation. أول ما تدخل ال H. pylori راح شو تسوي؟ تلتصق بالميوكس لاير اللي موجودة بالأبيثيليال المبطنة للمعدة. المعدة شو راح تسبب لي هذه العملية؟
اجت البكتيريا التصقت، ولا ما التصقت سوت انفيجن للابيثيليال مالت الستومك. ايش راح تسوي؟ راح تسوي كرونيك انفلاميشن. الخطوة الثانية it is produce urea urease enzyme which break down، وهذا حكينا قلنا شلون تكمن أهمية هذا النوع من أنواع الميكروبات، إنه يفرز إنزيم اليوريز. هذا اليوريز راح يسوي لي اليوريا، يكسرها حتى ينتج لي أمونيا. الأمونيا راح يسبب لي تعادل المكان بالستومك، وبالتالي يتحول من مكان حامضي، وتعرفون إنه حامضية المعدة هو أحد وسائل الدفاعية اللي يستخدمها الجهاز المناعي للدفاع عن الجسم، والدفاع عن هذا العضو، الدفاع عن الجهاز الهضمي. من فقد هذه الخاصية معناته شنو؟ معناته أني يعني فقدت كسلاح من أسلحة المناعة، وبالتالي المعدة من راح تروح حامضيتها وتصير نيوترالايز، راح allow the multiplication of organism، راح تخلق بيئة للـ H. pylori إنه هي تتكاثر ويزيد عددها، لأن خلقت البيئة اللي هي تريدها. زين، أمونيا and cytotoxin produced by H. pylori causes destruction of mucus producing cell. الأمونيا اللي تكونت نتيجة إفراز إنزيم اليوريز اللي فرزته هذه البكتيريا، والسيتوتوكسين والتوكسينات اللي فرزتها الـ H. pylori، ايش راح يسبب؟ راح يسبب تلف للميوكس مالت طبعا الميوكس ممبرين جد هو غشاء يعني شفاف ورقيق، بس هو يعني يتحمل الحامضية مالت المعدة. الله سبحانه وتعالى خلقه فد كريتيريا أو في الصفات تأهله إنه يحمي جدار عضلة المعدة من الحامضية اللي تحتويها، وهو يعني لو تشوفونه تشريحيا يشبه جسر النايلون، يعني فشي جدا خفيف. هاي شو تسوي للبكتيريا؟ تسوي له ديستراكشن. من تسوي ديستراكشن العضلة مالت المعدة حتكون بتماس ويا الحامضية مالت المعدة، وبالتالي تنتلف العضلة، يصير بيها أتروفي أو يصير بيها خلل أو يصير بيها تلف. Loss of protective mucus coating predispose to gastritis and peptic ulcer. وحكينا قلنا عضلة المعدة أكو ميوكس ممبرين يحميها عن الحامض مالت المعدة، لها ميكانيكية ثانية هاي البكتيريا، غير إنه هي تحول المكان إلى الكلاين. في حال انه بقى حامضي المكان، ايش راح تسوي؟ تسوي ديستركشن للميوكس ممبرين مالت المعده، وبالتالي الحامض راح يروح على عضله المعده وراح يسبب لي قرحه المعده. اوكي، هاي هي باختصار الباثوجينيسيس مالت. الباثوجينيسيس واضحه؟ اكو احد عنده سؤال عليها؟ لو نكمل على الديزيز اللي سبب الهليكوباكتر. سؤال، تفضل. ست، بس البولر فلاجيلوم شو يفرق عن الامبولر فلاجيلوم؟ اليوني بولر يعني باتجاه واحد، جهة واحدة عنده فلاجيلا بس من جهة واحدة. البويلر يعني باي بويلر، يعني من الجهتين، بي فلاجيلا من الجهتين. واضح؟ يعني من القطبين، يعني من الأمام من الخلفي يطلع فلاجيلا. احنا انتم اذا تذكرون محاضراتنا بالبدايه، من اجينا صنفنا الفلاجيلا، قلنا اكو يوني بويلر واكو باي بويلر واكو بويلر. اليوني بويلر اللي هي من جهه واحده، باي بويلر اللي هي تصير من جهتين، فلاجيلا بيها من جهتين، والبويلر اللي يصير اللي هي سوماتيك، تصير دايما داير الجسم مثل السالمونيلا اذا تذكرون. فإذا حتى يعني معلوماتك تسوي لها ريفرشمنت، تراجع الستركتشر مالت البكتيريا اللي أخذناها بداية السنة. أكو أحد بعد عنده يخص الباثوجينيسيس دونت فلاج ديزيز؟
كمل عاد جزيز يس هذا كمل كمل الست كمل. الأتشويلري تسبب لي قاسة الأمراض، أحد الأمراض اللي تسببها الجاستريك ألسر ديزيز اللي هي قرحة المعدة. Initial infection with H. pylori causes acute gastritis which usually become chronic. أول ما الشخص ينصاب بهذا النوع من الميكروبات اللي هي ال H. pylori إصابته راح تكون حادة. فشو سبب لي؟ سبب لي التهاب المعدة الحاد يسمونه acute gastritis. مرور الوقت إيش راح يصير؟ راح يصير chronic. بعدين ال H. pylori infection مثل ما حكينا تذكرون بداية المحاضرة قلنا 95% من المصابين بال H. pylori ممكن يسبب لهم قرحة الاثني عشر أو قرحة المعدة. يعني كل شخص يعني تقريبا 95% من المصاب، احنا مو قلنا اكو بعض الاشخاص اسبتوماتيك وبعضهم سبتوماتيك، يعني بعض الاشخاص ما تظهر عليهم الاعراض، بس الاشخاص اللي عندهم اعراض راح يسبب لهم، يعني ما دام عنده اعراض 100% راح يسبب، او 95% من ذول اللي عندهم اعراض راح يصير عندهم قرحة الاثني عشر او قرحة المعدة. زين ال H. pylori infection appear to be a risk factor for development of gastric carcinoma، وهذا اللي خلانا نعطي أهمية لهذا النوع من أنواع الميكروبات، إنه هي 95% لها قابلية إنه تطور المرض من الجاستريك بيبتيك ألسر أو الجاستريك ألسر أو دودينيال ألسر إلى كارسينوما، يتحول القرحة تتحول إلى مرض سرطاني، وهذا اللي انطاها أهمية كميكروب ضروري إنه نعالجه ونتابعه، لأن البروجنوسيس مالته مو بس كرونيك، مو بس يتحول لي من أكيوت لكرونيك، لا ممكن يصير كارسوجينيك. زين H. pylori gastric ulcer disease associated with H. pylori. شوفوا الجاستريتس منطيه 3 علامات بوزيتيف، يعني اللي ينصابون بال H. pylori أول درجة ممكن يصير عندهم جاستريتس اللي هي التهاب المعدة، وراها بدرجة ثانية ممكن يصير عندهم دودينيال ألسر قرحة الاثني عشر، بعدين بالدرجة الثالثة ممكن يكون عندهم جاستريك ألسر. يعني هذا شلون نحن نقول عليها تدرجات المرض، الشخص شلون تبدأ عنده؟ أول شيء ممكن تبدأ عنده أز جاسترايتس التهاب معدي عادي، التهاب بالمعدة، بس في حالة كان الالتهاب بالمعدة سببه بالإتش بايلر هنا لازم ياخذ علاج. طبعا العلاج مالته حيل مكثف وفترته طويلة ومزعج، بس لازم ياخذه. أول ما اكتشفنا إنه الشخص عنده جاسترايتس لازم ياخذ الثيرابي، هذا ما تبي كورس كامل تقريبا يبقى من 2 إلى 6 شهور حسب، يظلون يعني الطبيب يبقى يتابع بالتحاليل ويشوف البروجنوزز مالت المرض أو العلامات المرضية للبكتيريا اختفت أو بعد موجودة، حتى يستمر على اللاين مالته تقريبا 2 إلى 6 شهور يبدون ياخذون علاجات. بس راح نبجي يعني ناخذ فد نبدأ عن العلاج شلون يتعالج. إذا حملت الجاسترايتس إيش راح يصير؟ راح يصير دودينيال ألسر اللي هي قرحة الاثني عشر. حملت قرحة الاثني عشر إيش راح يصير؟ راح يصير قرحة المعدة. حملنا قرحة المعدة شنو اللي بروجنوزز مالتها الأخير؟ راح يصير كارسينوما، يصير سرطان المعدة جاستريك كارسينوما. تشوفون هاي الصورة قدامكم، شوفوا شلون هنا صار ألسر عندي بالمعدة بالجدار المعدة جاسترايتس هنا، وشوفوا هنا صار ستومك ألسر، وهذه المنطقة هي الدودينيا اللي هي الاثني عشر، شوفوها شلون همينة صار بيها ألسر نتيجة الإصابة بال H. pylori. إذا صار عند الواحد كانسر ست يموت يعني ما يستأصل. والله هو الكانسر ممكن يتعالج وممكن لا،
بس ايش قد نسبة علاجه، ايش قد نسبة نجاحه؟ ما يتبقى هو ورب العالمين والدكتور المعالج مالته وشطارته. أكو ناس يستأصلونه ويخضع لعلاج كيميائي وممكن يعيش، وأكو ناس لا ما يستجابون للعلاج الكيميائي. هسه نجي اللي يهمنا بالاتش بايلري، هو اللابراتوري دايجنوستس. احنا كمختبرين شلون نقدر نشخص، شلون نقدر نساعد المريض والطبيب تشخيص هذا النوع من انواع الميكروبات؟ اول شيء الانفيزيف دايجنوستيك تيست، شنو هي العينه اللي راح توصلني للمختبر برايكم؟ العينه راح توصلني للمختبر هو الجاستريك بايوبسي، راح توصلني عينه من المعده. يعني انتم يمكن اخذتوها بالانسجه العام، البايوبسي هو النسيج اللي اخذه من جسم الكائن الحي. شلون ياخذون بايوبسي؟ عن طريق يسوونه ناظور اندوسكوبي، يسوون ناظور للمعده، ومن خلال الناظور الطبيب ياخذ خزعه من عنده ودزها لنا للمختبر. ايش راح نسوي لها هذه الخزعه البايوبسي؟ اول شيء راح يسوي لها جرام ستين. بالجرام ستين راح تطلع سراويكم صور لها، راح تطلع قدامي بكتيريا على شكل سبايرال او كيرف، يعني شكل الاس شيب اللي حشينا عليها. جرام نيجاتيف اورجانيزم كان بي سين اون سمير of biopsy specimen. البايوبسي من وصلت للمختبر أسوي لها سمير، ومن أسوي لها سمير أصبغها بصبغة جرام ستين. بالجرام ستين راح أشوف بكتيريا شكلها سبايروتشيت، وأخذ الصبغة جرام نيجاتيف. أوكي، الشغلة الثانية إيش راح أسوي لها؟ أسوي لها كلتشر. شلون أسوي لها كلتشر؟ يقول لك الأورجانيزم ار جرو ان بلاد أجار very small convex translucent colony under micro aerophilic condition at 37 degree. من توصلني بايوبسي للمختبر يقول لي يابا هذه بايوبسي for H. pylori test، اريتها culture، شو تسوي لها؟ نحضر طبق بلاد اجار ونزرع بيه البايوبسي، وبنفس الوقت أوفر لها مثل ما حكينا ظروف إنه ثنائي أكسيد الكربون بيها عالي نسبة 5 لـ10%. يعني ما أحضنها بالحضانة العادية مالتنا بالمختبر، لا نخليها بجار خاص بهذا النوع من أنواع الزرع، حتى أهيئ كمية ثنائي أكسيد الكربون المطلوبة لنموها، لأن ما تنمو بالأكسجين. من تنمو راح اشوف، تشوفون قدامكم هذا الطبق، شوفوا الكولوني كلش صغيرة، ولو كبرها يعني او الصورة قريبة من عندنا ونشوفها بالمختبر نشوف الكولوني كونفكس يعني مقعرة. فهذا تشخيصها على انه هي ال H. pylori as culture فور بلاد اجار. شوفوا هنا أنا هاي العينة البايوبسي وصلتني للمختبر، سويت لها سمير. شوفوا ده، شوفون هسه هاي اللي عليها دوائر سوداء واضحة قدامكم. شوفوا هسه هذه مصبغينها بيا صبغة، صبغة جرام ستين. شوفوا شوفوا هسه هذا الفوكس، هذا واضح هنا أنا. ده شوفونها هنا أنا ماخذة شكل السبايروتشي اللي أكو السبايرال أو الكيرفت شيب، وهذا التشومات اللي هيومن، هذه أبيثيليال سيل، وهاي هي البكتيريا واضحة. هذه ماخذين عينة من جاستريك ألسر، دزيها للمختبر وسوي لها سمير ومصورينها بجرام ستين، نشوف هذا النوع من أنواع البكتيريا. نشوفوها جرام نيجاتيف بكتيريا. الجاستريك من توصل الجاستريك بايوبسي اقدر اسوي لها فحص اليوريز، يوريز تيست. حكينا عليه اليوريز تيست بوزيتيف، حكينا قلنا هي هاي تعتبر اليوريز انزيم از فيرولنس فاكتور، والهيستوباثولوجي
هاي فيما يخص مختبر الميكروبيولوجي. الهيستوباثولوجي ديتكتد presence of H. pylori and cell destruction in the tissue biopsy. من يجي طبيب الهيستوباث يفحص البيوبسي راح يشوف البكتيريا وراح يشوفها شلون تهاجم، لان يعني هو ماخذ ببتك ألسر، ماخذ من الألسر البيوبسي مالته، راح يشوفها شلون تسوي destruction للتشو، لان يعني هو حافظ النورمال structure مال التشو. هنا destruction راح يشخصها طبيب الهيستوباثولوجي، نشوفه مختبر الهيستوباثولوجي. هنا يوريا، يخلون يوريا، هذا فحص اليوريز، يخلون يوريا ويضيفون جزء من البايوبسي بيها، بما انه هي تحتوي على الاتش بايلاري والاتش بايلاري برودكشن لليوريز، فراح تحول لي المكان الى الكلاين. هذا صورة للفحص مالتها، وهذا الفحص النسيجي اللي راح يشوفه طبيب الهيستوباث من يجي يسوي لها سمير، يسوي لها سكشن، يمكن أخذتوها أنتو بالشرائح أو بالهيستو، من يجون يخلونها بشمع وبعدين يسوي لها سكشنال وبعدين يخلوها بالسلايد ويفحصوها بالمختبر. راح يشوفون هاي البكتيريا، يشوفون هاي البكتيريا وراح يشوفون هذا التشو، راح يشوفون شلون صار بي ديستركشن ويختلف عن النورمال ستراكشر، التشو نورمال ستراكشر. هذا لحد الآن الحكي اللي حكيناه، أشوف الميكروب مباشرة، يسموها انفيزف، انفيزف تيست، يعني أشوف الميكروب بعيني. هسه نجي فحوصات مختبرية ثانية يسموها نون انفيزف، يعني ما أشوف الميكروب، بس أشوف، أشوف الفعايل مالته، النتائج مالته، مالت الميكروب. مثل إيش؟ الأوكسايد بايلوري تيست. الأوكسايد بايلوري تيست هو عبارة عن ربد لاتكس أجلوتينيشن فور سيرم أنتيبادي. احنا متفقين عليه أن الميكروب أو أي ميكروب أو أي ديزيز أو أي انفيجن بدي يدخل للجسم، الجسم كرد دفاع شيق يكون له، يكون له مضادات حيوية. فأز نون انفيزيف هاي مهمة. هم أجي لكم بالامتحان شنو هي الانفيزيف تيست؟ تقول الانفيزيف تيست اللي هي دايركت سمير، اللي هي جرام ستين، واللي هي كلتشر اسوي لها على بلاد اجار، واوفر لها اتموسفيرك كونديشنر اللي هي درجه حراره، العفو نسبه ثاني اكسيد الكربون 5 إلى 10%، او نسوي لها هيستوباثولوجيكال تيست، او نسوي لها يوريس تيست للبايوبسي. هذا از انفيزيف. نون انفيزيف تيست هي الأوكسويد بايلاري تيست، أبحث عن المضادات الحيوية المن للأتش بايلاري، فأشوفها إذا بوزيتيف معناتها الشخص. بس هذا هسه راح نشوفها، هسه راح نحكي عليها. والألايزا، الألايزا يوز تو ديتيرمن سيرم اي جي جي انتيبادي اند ذا بريزنس كان بي يوزد از ايفيدنس اوف انفكشن. تعرفون تقنية الإلايزا، يجوز أخذتوها بالتقنيات أو أخذتوها بالمناعة. فحص الإلايزا أيضا يبحث لي عن المضادات الحيوية، العفو المضادات اللي يكونها الجسم ضد الاتش بايلاري اللي هي من نوع اي جي جي. بس هذا الفحص يعني يجوز شخص شافه من المرض بس تبقى عند الاي جي جي. احنا نعرف ان شخص اذا تعرض للمرض تبقى انسان مضادة ذاكرة اللي هي من نوع اي جي جي، فهذا يستخدمونه خصوصا اذا تايتر بي، بدون تايتر يوزلس، يشوفونه يعني مدى استجابة هذا الشخص للعلاج از انديكيتر، يعني بريدكتر انه الشخص شنو استجابته للعلاج كانت، فيستخدمون هذا الفحص. الفحص الأخير هو اليوريا بريث تيست is performed to detect urease enzyme. هذا فحص متقدم شوية غالي، ينطون للشخص فد كبسولة يبلعها ورا نص ساعة، يشوفون التنفس مالته،
يقيسون نسبة اليوريا بيه، وأكو جهاز يربطونه على المريض ويعرفون كمية اليوريا اللي طلعت، فهي ايش قد المفروض الطبيعي وايش قد اللي مصاب اتش بايلوري. فإذا طلع هذا اليوريا بريث بوزيتيف انه دليل ان الشخص مصاب بالاتش بايلوري. هسه نجي على التريتمنت مال الاتش بايلوري. Elimination of H. pylori requires combination therapy with two or more antibiotic and proton pump inhibitor for 3 months. حتى أعالج ال H. pylori أحتاج تقريبا ما يقارب أقل شيء نوعين من أنواع المضادات الحيوية إلى 3 أنواع، وبومب انهبيتر فور على الاقل فد 3 اشهر. يعني احنا قلنا كورس العلاج ممكن يعني ممكن يبقى من شهرين الى 6 اشهر، واكو بعض الاشخاص ممكن يقطعونه خلال 3 اشهر حسب الحاله المرضيه، او هو شخص وين واصل لليا مرحله من الباثوجينيسيس مالت الاتش بايلوري. يقول لك التيبيكال كومبينيشن يعني الدمج المثالي للمضادات الحيوية، ينطونه الميترانوزول والأمبيسيلين والأمبرازول. هذا اللي الشخص اللي يخضع للعلاج أول مرة. زين، أكو أشخاص يتعالجون من الاتش بايلر بس شو يصير عندهم؟ يصير عندهم ري انفكشن، يرد مرة ثانية ينصاب بالاتش بايلاري. من يصير عنده ري انفكشن وش اي وذ اتش بايلاري كان اكر، يعني ممكن تصير يستخدمون فد لاين ثاني من العلاج غير اللاين التبكه. اوكي، هنا أنا فد مخطط يختصر لي يعني الحكي اتش بايلاري، انه هو مايكروسكوبك ابرنس، انه هو هذا الشيب مالته راح اشوفه في الميكروسكوب وأنميه. من أنميه أشوف أفحص الأوكسيديز إذا بوزيتيف. طبعا الـ H. pylori أكو نوع ثاني من الجينات من البكتيريا يسمونه كومبايلوباكتر. كومبايلوباكتر يقول لك لا تقريبا نفس الشكل هي والـ H. pylori. الفرق التشخيصي بالبايوكيميكال تيست أشوفها إذا بوزيتيف أوكسيديز تيست، أسوي فحص اليوريس تيست، إذا بوزيتيف معناته اتش بايلاري، إذا نيجاتيف معناته كومبايلو باكتر. هاي مهمة، هذا مهم المخطط نعرفه. أقول لكم يعني أكو شغلات يعني مشتركة بين الكومبايلو باكتر وبين الهيليكو باكتر. نوصل لغاية الأوكسيديز، الأوكسيديز هم اثنيناتهم مشتركين نفس الظروف، همينة لازم أوفرها ثاني أكسيد الكربون، وهمينة يشابهون بالشكل وياخذ سبايرال شيب ونجرام نيجاتيف والأوكسيديز نيجاتيف. بس اليوريز هو الفحص اللي يفرق لي الهيليكوباكتر عن الكومبايلوباكتر. الكومبايلوباكتر يسبب لي أمراض تشبه أمراض السالمونيلا، يعني يسبب لي انتريك فيفر، يسبب لي شلون نقول عليها تسمم غذائي. الاتش بايلوري لا، سالفتها أكبر، تسبب لي قرحة مال المعدة، البروجنوسيس مالتها كانسر كارسينوما. فالحد الفاصل حتى أقرر إنه هي هاي هيليكوباكتر أو كومبايلوباكتر هو الأوكسيدي، العفو اليوريز بوزيتيف، بالإتش بايلر يكون بوزيتيف وبالكومبايلوباكتر يكون نيجاتيف. بس هذا الحكي اللي حكيناه. نجي الراجعة الهيبتات، إذا تذكرون وين مكانها الطبيعي، مو يعني اللي تصيب المكان اللي يصيبه. الاتش بايلر ما أقدر ألقاها بالكدني، أقدر ألقاها بالهارت، بس ممكن ألقاها وين؟ natural hepatitis of H. pylori هو human stomach.
اوكي زين. الترانسميشن طرق الانتقال مالتها اكستراكت روت نوت داون، يعني كطريقه اعطيك اياها شلون تنتقل ما معروفه لحد الان، بس ممكن منطقيا تنتقل من شخص الى شخص، اي ممكن. المورفولوجي شنو شكلها قلنا عليها، انه هي جرام نيجاتيف، شكلها كيرفد او يسمونها السبايرال شيب، باسيلاي، تتحرك اي تتحرك، موتايل، تحتوي لخمسة الى ستة يونيبويلر فلاجيلا. كلتشر مالتها شنو مواصفاته، انه هو اهم شيء مايكروفيليك، يعني هي ما تحب الاكسجين، مايكروفيليك جروبيس ات 37 ديجري، حتى انميها تحتاج الى انميها في مكان درجه حراره 37 درجه سيليزيه، بيا ميديا بالبلاد اجار. الكولوني شنو تطلع، تطلع سمول كونفكس اند ترانسلوسنت. شنو الامراض اللي تسبب لي اياها، بالدرجه الاولى تسبب لي جاسترايتس، بالدرجه الثانيه تسبب لي دودينيال ألسر، وبعدين تسبب لي جاستريك ألسر، وبالاخير البروجنوسيس مالته هو جاستريك كارسينوم. شنو الفيرولنس فاكتور مالت الاتش بايلاري، قلنا اليوريز، الفلاجيلا، والادهيشن، واللايبوبوليسكرايد اللي هي تتمتع بيه كل انواع الجرام نيجاتيف بكتيريا. شلون اشخصها مختبريا، تشخص عن طريق الكالتشر ايدنتيفيكيشن يوريز اوكسيديز اند كاتاليز بوزيتيف، دول ثلاثة بايوكيميكال تيست بوزيتيف از هيستوباثولوجيكال ديتكت اتش بايلاري ان تشو، اوكسيديز بايلاري تيست، لاتكس اجلوتينيشن تيست فور سيرام انتي بودي الايزا ديتكتد اي جي جي سيرا ان سيرا. هاي الفحوصات المختبرية، يعني مختبر الميكروبيولوجي، مختبر الهيستوباثولوجي، ومختبر السيرولوجي، يساعدوني بتشخيص الهليكوباكتر. التريتمنت علاجها حكينا عليه، يعني قلنا لازم يسوون خبطة على الأقل تحتوي لي مضادين إلى ثلاث مضادات حيوية حتى نعالج هذا النوع من أنواع البكتيريا. واضح طلاب؟ أكو أحد عنده سؤال لحد الآن؟ ليست واضح. أنا كل اللي عندي على الهيليكوباكتر كملته، يعني فيما يخص الاتش بايلاري. إذا أحد عنده سؤال يسأل، وأنتوا تطلبوني بس محاضرتين، أي البروسيلا وهي هاي مال الهليكوباكتر، أي بس تزين البي تطلبوني دي اف حتى نراجعهم. ما يخالف، أنتوا هسه تطلبوني محاضرتين اللي هي البروسيلا والهليكوباكتر الاتش بايلر. ما عنديش بي دي اف، بس راجع عليهم حتى يعني شلون اي راجع ما يخالف، معلوماتهم. ما يخالف ان شاء الله بي دي اف. هاي هسه هي هاي نفسها راح ادز لكم اياها، الاتش بايلاري والبروسيلا اسوي لكم اياها بي دي اف وادز لكم اياها على راح انزلها على الكلاس وانزل